منتزه أنفا بارك فضاء بنفس جديد بقلب القطب الحضري للدار البيضاء، يمتد على مساحة إجمالية تقدر بخمسين هكتار. شطره الأول أنجز على مساحة 18 هكتارا، يتضمن مرافق ترفيهية وباحات الألعاب الأطفال إلى جانب مطاعم ومقاهي. المشروع أنجز من طرف وكالة تعمير وتنمية أنفا التابع لصندوق الإيداع والتدبير. روبورتاج أمين حدو والمتابعة لزينب أكزيت. رئة خضراء جديدة وسط زخم العاصمة الاقتصادية. منتزه أنفا بارك مكان للراحة والترفيه للأطفال والكبار، حيث صممت كل مرافقه لمواكبة العائلات والأصدقاء، إلى جانب بصمة طبيعية متفردة تمتد على مساحة 4 هكتارات. جبت بنتي لهنا زعما اول مره غنشوف شي فضاء بحال هكا في الدار البيضاء وفابور. فريمون الناس خاصهم يتهلاو فيه باسكو اون مونك في كازا في لي سباس فيغ، دونك ماذا بينا نتهلاو في ان تخيك في ان بارك سي جولي إلي غراتوي إلي زعما إلي مانيفيك. يقترح أنفا بارك فضاءات مخصصة للرياضة والترفيه بالهواء الطلق، فضاءات تشمل أجهزة رياضية في متناول كل الأشخاص، كما تم تهيئه بأماكن منبسطة خصيصا لهواة الكرة الحديدية. هذا البارك كيعجبني حيت كنجي نتريني فيه غراتويتمون، ويا يا لو لير فري تو سا. فيه الاطفال، فيه نساء، فيه شيوخ، فيه ناس كبار، فيه رجال كبار بحالنا حنايا، كنجيو هكا نلعبوا الكره الحديديه فواحد لا سيكوريتي توتال. ومن اجل ضمان سلامه الزوار جهز المنتزه بكاميرات للمراقبه تغطي المساحه الاجماليه التي تناهز 50 هكتارا. هذا المتنفس الجديد صمم حول مدرج الهبوط بالمطار القديم الدار البيضاء أنفا، الذي كان معروفا باسم إيبودروم أنفا.